انا وين ما بروح بلاقيك بخلقتي، يعني وين ما التفتت وين ما مشيت قعدتي لي على قلبي. قالوا لك اني طاير عقلي فيك الشي. يا بنتي التعصيب والله ما بيسوالك. انا مالي بنتك؟ بعدين انت ان شاء الله مفتكرة حالك ام، انت ما بالبقلك اساسا تكوني ام. الام بتحب مو بتكره، حنونة مو بتعمل سحر لبنتها. انا عملت لك سحر؟ ايه طبعا عملتي لي سحر مشان يكرهني جوزي. انا اوعك تنكري، لكن هذا اللي شفته تحت المخدة شو؟ لك هذا حجاب، ايات قرآنية مشان تحفظك وتحفظ جوزك. بالله ايات قرآنية ولا خرابيس سحرية؟ اساسا ما قدرت افهم حرف من حرف. هاتي الورقة لأقرا لك ياها. شقيتها كبيتها برات البيت. حرام عليكي، فيها كلام الله. لك روحي عنا يا، انا ما بدي منك شي لا كتاب ولا حجاب. انت حلي عني وعن جوزي وانا بألف خير من الله. يوسف يا ام يوسف، شو لساتك نايمة؟ الو صباح النور. اي موجود؟ مين قلو؟ الو اهلين استاذ انور. اهلين اهلين بالحبيب، طمني. عم تمزح؟ لك روح الله يبشرك بالخير. اخي انا خلال نص ساعه بكون بالوظيفه. ايه بستناك بمكتبي. حاضر. ايه طيب مثل ما بدك. ايه على راسي، ولا يهمك ولا يهمك. انا الساعه 12 بكون عم استناك. اهلين استاذ انور. اهلين حبيبي، الله معك. شو شايفتك فرحت كتير على هالمكالمة؟ لسه ما صار الفرح، بس وقت بده يصير رح تفرحي معي كتير. خير؟ هلا ما بقدر اقلك لبين ما اشوف الاستاذ انور. ومين هذا الاستاذ انور؟ بحياتي ما سمعت اسمه على لسانك. ليش انت بتعرفي كل رفقاتي؟ لا بس يعني شو هالبشارة اللي بشرك اياها عند الصبح؟ شو اللي له علاقة بالوظيفة؟ شو راح تصير مدير عام؟ قومي سايلي فنجان قهوة. قومي. بدك تلاقي حل، أنا ما عاد فيي. ايه وأنا كمان ما عاد فيي. ايه شلون بدنا نخلص؟ والله هلا ما بعرف، بس ارجع من الوظيفة بجوز أعرف. ها لينا، ما كنت بتفهم؟ أنا آسفة أستاذ. قاتل الجنود قتال الأبطال، ما إعراب كلمة قتال؟ مفعول مطلق. تفت للسوق كلياته ما بتلاقي هيك بضاعة. مرحبا. اهلين. ليكم بابا، هي 350 جالون سلمت بيد السيد غياث الجاجي وهي توقيعه. شلون عم بيقول عبد الحميد انه ما وصلوا لحد هلا؟ يا بابا يعني هي اخذون على الورشة يا منزلون عم يستودعوا. الو مرحبا، يعطيك العافية. عبد الحميد بيك موجود؟ طب الله يخليك بس يصال، قل له احكي مع سالم الطيب ابو بسام. شكرا حبيبي، يعطيك العافية. اي بابا انا
يابا بتقلك شوي، طالما عمي رأفت عم يستتقل روحتنا لعنده. لا تروح. ما بصير ما روح. الرجال الرجال أقوى مني ومنك. ولو باعتباري أخوه لازم تم عنده لحتى يزول عنه الخطر. يا بابا أنه خطر هذا اللي عم تحكي عنه؟ هلا شوية سكر اللي عم يطلع وينزل معه هذا كله ما بيموت، خصوصا إذا كان عمه رأفت ناوي يعيش أكتر منه. قليل قليل شو عم يدلل حاله؟ يا سيدي إن شاء الله بيعيش أكتر منه، شو المشكلة؟ بعدين لا تنسى أنه عمك نأوزه بياخد على خاطره إذا ما حدا زاره. إيه بسيطة بابا معلشي، يعني وردته أولته وأخرته قلنا، بس يعني أنا بعد إذنك كنت عم فكر بشغلة صغيرة حتى ما نستنى كتير لنردته. شو قصدك؟ قصدي ورتنا هلأ شي شغلة من أملاكه بركي بنستفيد منها بالوقت الحاضر. أنت بتعرف عمك رافت قديش ماسك إيده؟ بعرف بابا بعرف، بس أنا عندي قدرة أن يقنعه. كيف؟ كيف بابا؟ هي بدها شوية وقت، بس أنا واثق تماماً أني رح أقدر فوت لقلبه. لذلك من هلأ وطالع بدي اياك انت وماما ما تروحوا لعنده على الفيلا الا مره واحده بالاسبوع بس، وانا رح روح لعنده كل يوم، وصدقني ما رح خليه يتضايق مني شعره واحده. لنشوف. حسب لي قديش حقه. كل المصاري. معقول قديش يا خجوله؟ انا جاركم مو غريب. لو سمحت قديش حقه؟ يا ستي ما بدي اسمح، وبدي اياكي تاخدي وتعطي معي. انت مالك صغيره، مو اخذتي البكالوريا من سنتين؟ بلا. طيب ليه ما دخلت على الجامعة؟ ما جمعت علاماتي. ما صح لك ولا فرع؟ ولا فرع. طيب عيدية. عم فكر عيدة، قديه بتريد؟ أنا المفروض ما أخذ من الجيران، بس كرمال عيونك رح أحسب لك إياهم بس ب75 ليرة. بس؟ مشان ضلي تشتري من عندي. إيه أنا ما رح أشتري غير من عندك. تسلمي لي. شو طيبة؟ تفضل. هي تليفوني، أي شيء بتحتاجيه من المحل اتصلي فيه وبيصل لنص بيتك. حلوة. شو سامير؟ ليش ما عم تدرس؟ مو ناوي تقدم السنة بكالوريا؟ ليش إذا قدمت رح أخدها؟ وشو هالنغمة الجديدة؟ جديدة؟ ولو يا ماما هاي النغمة قديمة كتير، من أول ما بلش خلافك أنت وبابا. أصلاً أنا قبل ما يبلش خلافكم ما كنت عم باخد بكالوريا، هلأ بدي أخدها. وشو دخل دراستك بالخلاف اللي بيناتنا؟ أنت دروس ونحنا منحلها بين بعضنا. وكيف؟ هذا مو شغلك. لا شغلي، لانه خناقتك انت وبابا ما عم تخليني اعرف ادرس واستوعب. هي عم تخلي اختي لينا تطلع تدرس عند الجيران، وانا عم بطلع من البيت ما عم بعرف لوين بدي اروح. ليش ماما تشوف رفقاتك؟ امي هدول مو رفقاتي، هدول الشباب بيطلعوا معهم غصب عني، لاني اذا بضل لحالي بدي جن. طيب وشو المطلوب مني؟ المطلوب تهدوا اللعبه شوي انت وبابا. مش ما دريت ان هدينا؟ جد؟ طبعا. وكيف؟ على اي اساس؟ يا منضل مع بعض يا منترك بعض، وبشروطي انا مو بشروط ابوك. هلا انت عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ لا يا سيد عصام، انا جاي لعندك حتى امزح. لانهم كانوا معقدينها كتير، خصوصا اخي فؤاد. يا سيدي وانا بلشت بفؤاد، ضليتني وراه حتى وافق، بعدين التفت البقية. وكلهم وافقوا؟ لانهم بالنهايه بده يقبضوا. لايمتى؟ كمان انا سهلت لهم المسائل حتى يقبلوا بالتقسيم اللي اقترحته. ومثل ما بدي؟ يا سيدي فيك تقول مثل ما بدك. يا سيدي انت احسن محامي في هذا الوطن. وانت غنيت يا سيد عصام. فضلا من الله. المهم اخي انوار قديش تطلع حصتي؟ البيت الكبير مع مبلغ. قديش يعني؟ 8 ملايين. قليل. لانك اخترت البيت الكبير اللي هو عمليا اغلى بيت، وراح تقبض مصاري كاش مو مثل حكايتهم املاك. على كلين الفرق مو كبير بين حصتك وحصصهم. يعني ما انغلبت؟ انا وراك وتنغلب يا سيدي. وإلك حلاوة محرزة. والله اللي بيجود فيه الكريم منقبله. وانت ما بتكون الا راضي ابو النور. بعرف. وامتى رح اقبض المصاري واستلم البيت؟ يا سيدي انا جهزت كل الاوراق وما تم غير تواقيع الورثه، وبكره الصبح رح نجتمع عند اختك ام عامر، لازم تكون موجود حتى توقع انت الثاني. بتوقعوا من هون، وخلال 10 ايام كل واحد بيكون استلم حصته. اوف، بدي اطلع على حلب. لكان بدك اهلك اللي بحلب يجوا لعندك؟ إذا بدك بخبرهم وبتريحني من هالمشوار. لا وليد أخيلك،
بدك اياهم يجي لهون ومرتي وولادي يعرفوا اني ورثت؟ لك خلص انا بروح براسي على حلب، على دير الزور، على حسكه، وين ما بدك خلص. بس عدم المؤاخذه، يعني مرتك لهلا ما دريت انه ابوك مات؟ لك دريت طبعا، بس ما بتعرف انه في ورثه محرزه. معناتها ناوي تنقر لك جوازه؟ اي والله. اي صحتين. شايف السيارة اللي عم سوق أخوك عمار؟ ايه مبارك إن عم سوق أحلى منها عجبك؟ لك إن شاء الله ما صار معكم شيء ها؟ شو بصير معه لخوي؟ مثل ما رحنا متبقينا لا من شاف ولا من دني اليوم ناويين على سيارة جديدة لك مصلحة؟ لا عمي مالي مصلحة قوم زهدي قوم تعا قوم وصل أنت بتعرف تسوق أنت؟ معي بس معقول شو السكر هذا يا بيطلع بيطلع يا بينزل بينزل مربيع يوسف اعطونا معلقه سكر شو السكر يعني ليش بده يكون السكر هبط معي السكر فجاه هم بدي ارفعه يلا ثواني بكون عندك اللي بتفلسف تفضل ابو نسار هاتي الله يعافيك من المرض بجاه الرسول بدك شيء؟ لا عادي تفرجي معي على الفيلم لا ما بدي اقعد صرت شايفته 5 مرات هو اذا كان انا شايفه 10 مرات ولسه بشوفه 20 مرة فيلم حلو انت تصطفي انا بدي اروح ضب المطبخ لانه ام ربيع بتعصب علي لك تعي لهون بلا مطبخ بلا ام ربيع ذاتا هي ام ربيع صاير اكله مخبص كثير ما بحبه لا يا ابو نزار طبخ ام ربيع لا يعلى عليه ايه عادي ما بدي اقعد لأنه ما بدي يتفرج على التلفزيون وإذا بدي أقعد ما بدي أشوف الفيلم لا إله إلا الله محمد رسول الله هاي طفينا الفيديو كمان عدي ليش بدك يعني أقعد معك لأنه ضايش ما أحلاك يا أبو نزار وقت بالضوج تعرفي يا أم يوسف شو هو الشيء المشترك بيني وبيني؟ ما في شي منوب لا في انت وحيدة وانا وحيد انا وحيدة اما انت يا ابو نزار اللهم صلي على النبي اهلك حولك وحواليك وطول الوقت عندك ما هي هي الوحدة ما فهمت احسن لك ما تفهمي ايه لا بدي افهم لك هدول اهلي يا عم يوسف لك انت شو بتعرفي عن بني ادم بعرف اللي لازم اعرفه لا طيب هاتي شوف احكي لي عن بني ادم بتعرفي يعني كيف بتصرف شو بيفكر وين بيروح وين بيجي شو بيحب شو بيكره شو ابو نزار بالظاهر جاي على بالك تتسلى فيه لا والله بحكي من قلبي يعني انا بدي اشوف يعني انت شلون بتشوفي الناس بتحب احكي لك عن بني ادم بتعرفه ولا بني ادم ما بتعرفه يا الله لك اذا ما بعرفه شلون بدي اعرف اللي عم تحكي انت صح ولا غلط معناته بحكي عنك عني ايه لانه انت اكثر واحد بتعرف حالك طيب يعني شو بدك تحكي عني انت اللي عن شو احكي لك
طيب احكي لي يعني شو بتشوفي فيني؟ هلا انت صلك عايشه معي 6 سنين فيعني المفروض انك يعني تكوني تعرفيني منيح. هاتي اللي شوفي لي شو الغلط فيني؟ اول غلط انه انت كان لازم تتزوج من زمان. هي بعرفها. بس بتعرف ليش ما تجوزت لحد هلا؟ طبعا بعرف. ليش؟ يعني طبعا لانه يعني مريت ولا وحدة تناسبني. معقول يا ابو نزار؟ ايش هو هالحكي هذا؟ واحد بمكانتك ورزانتك ما لقيت بعد كل هالعمر بنت بكل هالدنيا تناسبك؟ لكن ليش ما تزوجت؟ والله ما تزوجت. انا بشوف انه في سبب تاني غير اللي قلت لي اياه، سبب ما حدا بيعرفه غير انت ورب العالمين. يخرب بيتك، والله مزبوط. هلا يمين عم نصير تجواز. هلا قليلي انت شو رايك في بعد هالسنين يعني اللي قضيتيها بهالبيت؟ ما بتزعل؟ ليش بدك تقولي شيء بزعلني؟ والله يا ابو نزار انا بدي احكي بصراحه، فاذا اعطيتني الامان بحكي. امان؟ صار لي زمان كثير ما سمعت هالكلمه. روحي وعليكي الامان. انت بخيل كريم، طيب لئيم، بتحب ناس ما بيستاهلوا انك تحبهم، وبتكره ناس المفروض انك تحبهم. لك وين رايحة؟ كملي. يو شو وين رايحة؟ بدي افتح الباب. لك عمره ما ينفتح الباب. كملي. بكمل يا ابو نزار، بس خليني اشوف مين على الباب. تعالي والله مالك قليلة يا ام يوسف. حبيبي نسيت الغلاظة. يلا اسمح لي استاذ عصام. يا اهلين يا اهلين بالحبيب. اهلين استاذ انور. اهلا استاذ عصام. وقفت موعدنا بكره ان شاء الله. أهلين وسهلين. ما قلت لك هالحركات بلاها؟ الحركات هي بعد مدة قريبة رح تصير علنية وقدام الكل. اسمعي لقلك، أنا مبارح قلقت كتير بالليل وما قدرت نام، وفكرت كتير وقلبت وتنيت. أختي أنا ما عاد أقدر أعيش مع مرتي رجل. انتهى. وشو هو الجديد اللي عم بتقوله؟ هو أنا كنت متردد لعدة اعتبارات ما في داعي أشرح لك إياها، بس انت سمعانه بالقشه التي قصمت ظهر البعير؟ لا مو سمعانه. هاي القشه كانت هون عندي بالمكتب قبل شوي. عصام اذا ما بدك تحكي رح امشيها. هلا انت ما بدك نتجوز وما يكون على زمتي اي مره غيرك؟ خلص رجاء بح وانت دح. طلقتها؟ رح طلقها، يعني من هون لعشرة ايام بتكون هي صارت حره وانا صرت حر، ونكتب كتابنا. اي والله لا اعمل لك عرس مطنطن ما صار بالبلد كلها. والولاد؟ لا الولاد رح يضلوا عندها، اصلا هي ما بتستغني عنهم. طيب شو اللي صار لحتى قررت بهالسرعه؟ لاني تاكدت 100% اني ما عاد اقدر استمر معها نهائيا، لانه راسي صار يابس اكثر ولسانه طول اكثر، ويعني ما عاد في منه امل نهائيا. هذا واحد. 2 صرت بقدر اتفعلها متقدمه ومتاخره وفوق حبه مسك كمان. ايه لا هيك صار بدي قاعدة حبيبي. بس ما رح أقول لك كل شيء لحتى ما تطمعي فيه. تفضل. يسلم أم ربيع. الله يسلمكم. أنا بضيفك عم. لا لي شيء. شكرا أم ربيع. عفوا. شو أستاذ لعبة؟ لعبة. إيه شيء. شو عم؟ والله متحسن لعبك كتير. أخي لا متحسن ولا شيء. ها؟ أنت عم سيرني بس. خلصنا. مليت. طيب خلص ولا يهمك، بس ما تزعج حالك يعني بلا اللعبة كلها. تعرف
امبارح عمك ابو يزن مر لعندي بعد ما رحتوا. توقعنا هالشي. وكيف توقعته؟ باسم امبارح شايفته وقايلت له انك مريض. ايوه. يعني ان شاء الله عمو ما تنقرته. ليش عمك عتو ببطلها؟ بفوت مثل ديك الحبش دافش لحاله وبينعق مثل البوم بعدين بيدير ظهره وبيمشي. اي لا عمو. والله ابو يزن خطاي درويش. اي حاجتك بقى. اي والله وحده درويش غيري. انت درويش ولك انت الشيطان بياخد منك دروس. عمو بس اهم شيء ما تكون انزعجت، يعني لانه بتعرف انت اخطر شيء على مريض السكر انه يعصب. ليش هو فارقه معه ان طلع معي السكر والنزل؟ المهم انه يدج كلامه ويمشي. معناتها يبدو انه زعجك منيح. بس وينك؟ انا ما سكت له. قلعته ولحشت له الزهر بوشه. قلعت عمو ابو يزن؟ ليش انا عندي حدا كبير غير الجمال؟ ان شاء الله بيطلع لك حرتبه مثل الجمل. بس انك تقلع ابو يزن هذا خبر بيروق عليه بابا كتير. جاهزين الغدا يا ابي يوسف؟ عمو معلش انا لا تحسب حسابي، انا الحقيقه بس جاي اطمن عليك وامشي. شو يعني بتتركني اتغدى لحالي؟ اذا هيك لا. شو طبخت لك ام ربيع اليوم؟ من طبخه امبارح جاج. جاج؟ يا حسره ليش انا شو باكل؟ يا سمك يا شرحات مشويه يا اما جاج. ولك يسلم لي الوش، ان شاء الله الف مليون صحه. تعرف لك بسام اللي هلا مربيع كانه نفسه على الطبخ متغير، يعني اكله صاير مدري شلون ملخبط لخبطه. لك الله يرحم ايام عبد الرزاق ابو نوراس. ابو نوراس إيه كان يطبخ طبخ يطبخ طبخ. لك اكل ما اشبع فعلا الله يرحمه. بس عمو يعني الحق عليك، مو انت قلعته لعبد الرزاق؟ لك اخي ايده كاسوريه، لك كل يوم يكسر يا زبديه يا صحن يا شيء، ما خلى له شيء بالمطبخ. وهدول قديش حقهم يلي عظامك ذهب؟ شو عمو؟ لكان قلت لي انه امك وابوك ما اجوا معك مشان ما يزعجوني. ما هي لا هو ابو نزار مو بكير على الغداء؟ لا مو بكير مو بكير. يا ستي ما بدي اسمع، وبدي اياكي تاخذي وتعطي معي. تسلمي لي. شو طيبه مرحبا. اهلين حسام. وهو جاي عم يجيب لكم الاغراض، اتفركش شوي على الرصيف، قام قال لي انه يجيب لكم اياهم بطريقي. يسلموا ايديك، عذبناك. جارتنا بتعرفي اني انا كذاب؟ حسام لا وقع ولا تفركش، شو انا اللي قلت له هات الاغراض لوصله، وبدك تسبيني؟ سبيني. بدي اسألك سؤال، بس يعني هو سؤال فضولي شوي. شغلك ماشي وانت قاعد هون بالبيت؟ طبعا لكان واقف. عمو قصدي يعني انت واثق بالموظفين اللي بيمشوا لك شغلك؟ طبعا بوثق فيهم كثير. الحمد لله عمو الحمد لله، لانه مثل ما بتعرف يعني الثقه فعلا بهالايام صارت معدومه. ايه فعلا ما عاد في ثقه بين الناس، وعند القريب قبل الغريب. ما فهمت؟ ولو يا ابن اخي انت اللي بتفهم. يعني بفهم من كلامك عمو انه مالك ثقه فينا؟ لا تفهمني غلط، انتوا بالاساس ما دخلكم،
لأنه ما في بيناتنا شغل. هو عمو أنا بصراحة بتمنى يصير شغل بيناتنا حتى يعني ما تعود تصرف غير فينا. شغل شو؟ يعني عم قول عمو إنه خلاص يلا يا يوسف ساجينك شوي، لكن الولد بده يروح على شغله خلصينا. طيب عمو يعني شو عرفك إني مستعجل؟ شايفك عم تتحرقص ومستحي تقلي. أنا عم أتحرقص لأمشي. أنا عم أتحرقص لتطلع روحك. طيب عمو عاوز مني شي هلأ؟ بدك تمشي قبل ما تتغدى؟ يعني أنا بصراحة عمو كنت حابب أتغدى معك بس مشان سليك. إيه عاد معلش يا عمو. غير مرة إن شاء الله. دير بالك على صحتك. يلا خاطرك. الله معك. والله وعندك كرامة. تأخرت لك ابني. يا رب يا رب دخيلك وطلع بوشه لهالولد. اجبر بخاطره يا رب. الله يا ابو نزار الله. قد ايش صار لي ما شفتها؟ من سنين، من يوم ما تركت من عندك. يا ترى شو صار فيك؟ عايش ميت؟ الله اعلم. شو عادي لنكمل حكي؟ طيب مو لتتغدى؟ ليش انا صار وقت وجبتي يا فهيمه؟ لك انا استعجلت بالغداء مشان ابن اخي ياكل يمشي، وقام مشي بدون ما ياكل. بس مالك حق تزعله هيك. هلا تركينا من بسام، خلينا برأفت ابو نزار. لك فيني انا يا سيدي، انت قلتي لي انه انا طيب ولئيم وكريم وبخيل، وشو كمان يا سيدي؟ طيب لئيم يعني طيب مع اللي بتحبه، ايه، ولئيم مع اللي بتخاف منه. هما كل الناس هيك بالعموم؟ ايه بالنسبة لا. شو هاي النسبة؟ مانك سمعان بالنسبة والتناسب. هلأ هالكم كتاب اللي قارتيهم بدك تطلعيهم براسي؟ انا قصدي نسبة الطيبة واللئم عند الانسان لازم تكون كتير مدروسة لحتى يعدل بحكمه وما يظلم حدا. انت فظيعة لما بتتفلسفي. وقت اللي بغلط اللي هون غلطتي. تفضلي ستي، تفضلي كملي. انت هلأ مثلا وقت بتكون طيب ما بتكون طيب كتير، بتكون لطيف. بس وقت بتلتئم بتصير يا لطيف، مثل ما عملت مع ابن اخوك بسام اليوم. لك هذا اتعلب من امه وابوه. لك انت شو بعرفك؟ لك انا اللي بعرف. ومثل ما عملت امبارح مع اخوك ابو يزن. هلا ايميلي ابو يزن على جنب. هلا انت اللي قلتي طيب لئيم وفهمناها، اما كريم بخيل هي اللي ما فهمتها. انه انا كريم ما اختلفنا، اما بخيل هي منين جبتي لي اياها؟ بخلت عليكي انا بشي؟ علي انا؟ الله يشهد لا. على بيتك وحالك كمان لا، على رفقاتك كمان لا، اما على اهلك اللي مالهم غيرك ولا لك غيرهم، بخيل ابن بخيل. لا هي ما اتفقنا عليها. بس انت اعطيتني الامان. ايه طيب اعطيتك الامان، بتقومي بتسبيني بتقولي بخيل ابن بخيل؟ يا ستي وسحبت منك الامان. انا اسفه ابو نزار مشان ابوك زلت لسان، والله يرحمه اصلا انا ما كنت بعرفه. طيب قبلت اعتذارك. شرفي روحي جيبي لي الوجبه، لانه كلامك نشف لي الدم بعروقي. اي مو لخلص حكي. بعدين مثل ما بدك. شو العقل اللي عندها؟ تاري القرايه مفيده والله. مثل ما قلت لكم، أنا برأيي نغسل إيدينا من عمو رأفت لبين ما الله ياخذ أمانته. قلت
لك 100 مرة لا تحكي على عمك بهالطريقة. شو ما عمل بتمك الكبير. طيب يا بابا، يعني ربنا ما رح ياخد أمانته أولا وأخيرا؟ خلص معناته إن شاء الله بيعيش مليون سنة. منيح هيك؟ لا مو منيح هيك. يا بتحكي عنه باحترامي أما بتسكت. حاضر بابا، بس عمي المحترم اللي طول عمرك شايفه أخوك الكبير، هو بحياته ما شافك أخوه. مو صحيح. والله صحيح أبو بسلام. معني بدك تشدي يعني؟ مع ابنك المصون طبعا. طيب يا بابا، ما كلياتنا كنا سوا عنده بالبيت. هذا الحكي اللي حكى معك بالحكى مع أخشي، هذا كله لأنه مو شايفك ولا شايف حدا. أي والله لاحظت هالشي. هذا الموضوع بيني وبين أخي، ما حدا دخله. قال شو؟ بينزعج منا أحيانا لأنه منزوره ومنطمن على صحته. بيثق بالناس اللي بيشتغلوا عنده وما بيثق فينا اللي نحن أهله. هو هيك قال؟ طيب شو رأيك بابا أنه اليوم قلعني من عنده من البيت بدون ما ضايقه لا بحرف ولا بكلمة؟ شو هالحكي؟ إيه بس بأدب طبعا، مو مثل ما قلعه لعمي أبو يزن. قلع أبو يزن؟ وفوق هيك لحش الوردات اللي جايب له إياهم بوشه وقال له أنا ما عندي كبير غير الجمل. بقى منين بده يشوفني ولا بده يشوفك بابا؟ كول وسكوت. وباسي ما وين لهلا؟ شوفي شوفي الساعة عدي صار لطالع من البنك؟ بتكون عند رفيقتها. هلا كل يوم والتاني رح تضليها عند رفيقتها؟ اسمع ابني، اختك صارت صبية وانت ما دخلك فيها بنوب، عم تفهم؟